الله بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خريجين من تصميم على وخريجين معاهد تقنية في ذي قار. صارنا 8 أشهر هنا على وجودنا ببغداد، عارفين أهلنا ومتحملين مشقة الطريق والمخاطرة، وما شفنا لحد الآن أي حلول. زين يعني فلشوا الخيام مالتنا بالشفلات وضربوا الشباب. زين ورجعنا اليوم وباقين ونرجع، من هنا ما ناخذ حقنا. زين باقين قابلنا الجهات بالنسبة لأستاذ كمالي قابلهم، بس وعود يعني ما يعني وعود كاذبة. زين احنا بالنسبة لنا خريجين، انا صار لي 8 سنوات متخرج وجماعتي صار له 15 سنة و10 سنوات يعني خريجين، والام اللي هو جيرانك يجي لك كانت عينت بالطاقة ويعني بالنفط، وهو امي يعني اسمه ما يعرف يكتبه، لا يقرأ ولا يكتب، وانت خريج عندك بكالوريوس وعندك شهادة دبلوم كهرباء، ظال ما متعين لان ما تنتمي للاحزاب. احنا مطالب بتعيين بتثبيتنا. زين وخلاص هاي مطالبنا احنا. احنا نبقى هذا نطالب باكر وعقبه وبعد شهر وشهرين من ما ناخذ حقنا، يعني ما نتراجع ابد. السلام عليكم. بالبداية احنا اعتصامات العلاوة او اعتصامات بغداد شمولا، احنا بالخصوص معتصمي معهد التقني ذي قار، جينا هنا منذ 8 أشهر قاعدين هنا بالحر وبالبرد ومتحملين انواع الظروف وانواع المخاطر اللي جينا بها هنا. فجينا مطلبنا الوحيد هو التعيين، نطالب من الدولة ومن كاظمة انه يشوف ينظر بحالنا، هو التقى ويانا بس ما شاف لنا صورة حل. اكثر من مرة سوينا خطوات تصعيدية، التقينا به، التقينا بالنواب، التقينا باكثر من مسؤول، ما استجابوا لمطالبنا ولا سوينا اي حل. احنا اللي نطالب به انه يضيفون، يقولون هم ما عندنا بالميزانية تعيينات، فاحنا نطالب انه يضيفونا على درجات الحذف والاستحداث اللي هي 330 حسب المصادر اللي قالوها. فاحنا عددنا اللي معتصمين بغداد ككل شمولا 15000، 15000 ما يأثرون على الدولة، يعني من مجموعة 3300. ف ما 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 نشكل نسبة قليلة عليهم، يعني البقية الدرجات خلي يطونها وين ما يطونها يطونها، بس خلي يطونا استحقاقنا. احنا تعبنا ودرسنا وجينا هنا، دكتوراه شهادة دكتوراه موجودة هنا، الإعلام قانون كافة هندسة كافة الاختصاصات موجودة هنا. احنا باقين على سلميتنا وعلى تصعيداتنا المستمرة خلال أسبوع حد ما يستجابون إلى مطالبنا. إذا ما استجابوا احنا مستمرين على هذا الحال حد ما يستجابون، ومستمرين إن شاء الله. Thank you.
الخطوات التصعيديه احنا متخذينها منذ 8 اشهر. احنا هنا نايمين على الرصيف والحكومه لا حياه لمن تنادي، احنا لا جايين نوازيهم لا على كرسي ولا على سلطه، احنا نريد حقنا المشروع اللي هو التعيين. اقل واحد متخرج بينا صار 7 سنوات و8، انا متخرج بال98 صار 22 سنه، يعني شنو اللي اترجى من الحكومه بعد؟ هاي خطواتنا التصعيديه مستمره وبسلميه، مهما حاولوا يجرون الخارج السلميه احنا ما ننجر. تعرضنا قبل اسبوعين للقمع والضرب، وخيمنا اللي كانت تقوينه هنا كلها فلشوها وحرقوها ونهبت ممتلكاتها زين، وحاليا احنا مشردين بالشوارع. اللي عنده يعني كم فلس بجيبه يقدر يروح للفندق، اللي ما عنده عد اقاربه منا يعني احنا الى متى نبقى هيك؟ وهذا الصمت الحكومه الى متى؟ احنا نطالب حكومه الكاظمي اللي ملتقين بي شخصيا اكثر من 3 مرات ومستلم قوائمنا بايده، نطالبه يضيفنا على درجات الحذف والاستحداث عن طريق مجلس الخدمه الاتحادي. كل هاي الشباب مقدمه عن طريق الرابط وعندها كودات للمجلس الخدمه الاتحادي اللي فعلتها الحكومه قبل اقل الشهر. لذلك نطالب الحكومه انه تنصفنا وينظرون ان بعين الابويه والرحمه. التهميش للخريجين اكيد، لان مع احترامي للناس اللي موجودين جوا ما يريدون الخريج وصاحب الكفاءه وصاحب الشهاده انه يوصل للمكان، ما يريدون الرجل المناسب بالمكان المناسب. ليش؟ لان هواي اسس بالدوله مبنيه على الخطا، وهاي الاخطاء المتراكمه هاي وصلت لهاي النتيجه، وحاليا تشوف وضع البلد بسبب الاخطاء. الاحزاب على عددها وكثرتها هي اللي جايه تاخذ الدرجات الوظيفيه الناسها، وللناس اللي باكر عقبه يريدونها اصوات انتخابيه يصعدون على اكتافها. هاي الناس اللي هسه نايمه على الرصيف، هاي الخريجين من مختلف الشهادات، من الدراسات العليا للكوادر الوسطيه، هاي ناس ما منتميه الاحزاب، لذلك باقي بدون تعيين. مقابلتنا من اعلى هرم بالسلطه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 3 مرات ملتقين به ومنطينا قوائمنا بايده، وقال ان شاء الله شغلتكم يمي ومحلوله وماكو. كافه النواب، كافه القيادات الامنيه السياسيه، رؤساء كتل، رؤساء احزاب، كلها التقينا بها بس ماكو حل. خارج قادر التصعيد اللي جاي تشوفه واللي جاي تشوف الحكومة بشكل سلمي 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 إلى حد اللقاء. هاي السلمية تثبت أنه أنا خريج، يثبت أنه أنا صاحب حق، أثبت أنه أنا ما جاي أخرب بلد ولا جاي أخرب أي شيء. هذا التصعيد هاي هيكليته كل شيء ما أريد، أنا خريج أطالب بحقي فقط لا غير. قابلنا هواية والله، بدينا من مثل ما يقولون أعلى قمة أو أعلى قمة هرم ما يقولون، اللي هو رئيس الوزراء كاظمي، وعندك أستاذ محمد الحلبوسي اللي هو رئيس البرلمان، وجميع الساسة وجميع النواب، الكل وعود ما لكم علاقة يمي وتدللون وصار وانتم ولدي وهكذا، وعود وبوعود فقط ماكو. راح تبقى هذا تصعيدنا، تبقى مسيرتنا، يبقى إلى أن الحكومة تستجيب، وإذا ما تستجيب يعني يمتى تستجيب؟ أنا جايك بسلمية، قابل جايك أنا بسلاح، أنا سلاحي قلمي، سلاحي ثقافتي، سلاحي شهادتي، هذا سلاحي، فلازم يجي يوم من الأيام لازم هي تنفذ المطالب.
وراء ما صار القمع بالشوارع، اللي انضرب انضرب، واللي تأذى، واللي راح بالمستشفى، واللي شالوه، واللي فقد، واللي اجت آليات من الأمانة العامة. طبعا بالمناسبة حسب ما وصلنا الخبر انه من قيادة العمليات جاء القمع هذا الامر، ونفسها قيادة العمليات اجى الامر انه الى الأمانة العامة برفع جميع الخيم الموجودة. الخيم شنو؟ مجرد هي تويك من البرد المطر، انت تسكن بهالمكان على الرصيف. يعني هي هسه الحكومة هذا ابسط شيء، يعني ابسط شيء انه تجي تشوف هاي الناس اللي قاعده على الرصيف، بدل ما تجي تحل مشكله لا اجت رفعت وبعثرت هاي الناس. ما رايده شيء، رايده مجرد هي طالب بحقها وهو التعيين لا غير، للاسف. يعني والله احنا اليوم طلعنا مسيرة تقريبا خذانا ساعة، والشغب هم قوة خلونا نطلع، يعني هذيك قبل كم يوم هم طلعنا مسيرة وصارت مصادمات، ما نعرف شنو السبب، شنو الدوافع ما نعرفها، شنو السبب اللي صار. فاحنا تقريبا قضيتنا صار 5 أشهر كلها تسويف، يعني يوعدونا ويجي الموعد وكشي ماكو. واعدنا الكاظمي، الكاظمي قبل فترة جانا للناصرية والتقينا به وأخذ الأسماء وقال أنا هاي قضيتكم راح أتكفلها شخصيا، وإن شاء الله أسعالكم وإن شاء الله شغلتكم منتهية. انتظرنا الكاظمي كله تخدير بتخدير، التقى بالأستاذ كمال قال إن شاء الله أنا راح ألتقي بالوزراء وإن شاء الله قضيتك راح تخلص ويمي. ورا فترة كان يعني صار بها الشغلة تسويف، رحنا مظاهرة تصعيد يم وزارة المالية، التقت بنا ماجدة التميمي قالت أصلا أنا لا جايني كتاب من الكاظمي، الكاظمي قال لنا رفعت الأسماء وماكو تخصيص، ننتظر بلكي تخصيص على مود نمشيكم. فرحنا تصعيد يم ماجدة التميمي، طلعت لنا قالت أصلا لا رافع الكاظمي أسماء ولا واصلت للأسماء، يعني أنا قالت بدي أساعدكم أنتم المعتصمين هاي، بس الكاظمي لحد الآن يعني لا مطيني أسماء ولا هاي. إحنا هسه صارنا 6 أشهر نصعد ويوعدونا وكشي ماكو، ونصعد ويوعدونا وكشي ماكو. هسه منتظرين على أساس يعني قالوا لنا بلكي نمشيكم على مجلس الخدمة الاتحادي، ومنتظرين متأملين. الله وكيلك، أقل بينا واحد متخرج صار له 8 سنين أو 9 سنين، وكنا قاعدين لا شغل ولا عمل، جاي نقرض الكروة، الله وكيلك نقرض الكروة ونجي، يعني جاي نعاني. هنا أخذنا 5 أشهر بالحر، شبعنا ضيم. احنا ما يعني كنا متفاجئين من هاي القضية. أول شيء احنا ما عندنا مشاكل ويا الشغب، تفاجئنا جينا العصر ما نشوف إلا شفلات طلعوا على الخيم، ما لحقنا حتى ناخذ غراضنا، راحت يعني الموبايلات، الفلوس، الحاسبات كلها راحت، ما نعرفها لليوم ما نعرفها وين راحت. فاجئونا بالقضية. وثاني شيء قاموا يسبون بنا، احنا كنا يعني ما عندنا مشاكل وياهم، يعني بيناتنا كلام وهاي تصعيد سلمي وما عندنا اي مشاكل، واحنا حتى بالماس بعيد الجيش قدمنا لهم الوريد وما عندنا شيء وياهم. فاجئونا بنفس اليوم العصر قمعوا الخيم ويغلطون علينا ويسبون بنا بدون سبب. يعني هسه احنا قبل كنا يعني كانوا زين، هسه ما تقدر يعني تحكي لان هم شنو متنفرزين علينا بدون سبب. هسه فنك تحكي لك اي واحد ما تهسه اللي يغلط عليك، مد له بس كون شنو تحكيك شاي على مود يضربك، سوي له مشكله وياه. احنا سلميين ناس، احنا متخرجين ودارسين ونعرف وجاي نطلع سلمي، ما نريد مشاكل. كل هاي الاسباب من الاحزاب. اول شيء الاحزاب جاي تعين الناس اللي ما عندهم شاهد،
وتبقى هاي الناس اللي عندها شاهد. يعني هسه اكو هسه على وزارة الكهرباء 40,000 عاطل ما عندهم شاهد معينهم على وزارة الكهرباء. انت خوب هذا العاطل اللي ما عنده شهاده ذب على العاطلين وذبنا انا بالشهاده عين هم تستفاد من عندي، وهو هذا استحقاق العاطلين. يعني انا درست وتعبت 20 سنة يعني شبعت ضيم وعانيت، أظل أنا هسه قاعد لا تعيين لا هاي، وهذا اللي ما عنده شهادة قضاها كل شيء ماكو، هسه متعين بوزارة الكهرباء ويقبض راتب وأنا حصر عليه يعني ما تقول العيشة. وإحنا كنا ناس متزوجين، هسه أنا متزوج عندي 4 جهال متخرج صار لي 8 سنين، يعني ما أقدر ما ألحق هيجي أتمنى. أنا زوجتي هم خريجة وهم ما متعينة، احنا ذولا خريجين معاهد مظلومين. وشنو السبب اللي كان مظلومين؟ اغلب الكليات الاهليه ذولا يعني ترجع لمن الناس في الدوله، فقاموا شو يسوون؟ يهمشون لك المعاهد على مود العالم، مين يطلع من السادس وين يروح؟ يروح كليه اهليه، ما يروح معهد، يقول لك انا معهد ما تعين، اروح كليه اهليه، يعني هاي كلها منافع لمن ترجع؟ ترجع لهم. فشغله كلها يعني تخطيط. كل من هاي الدولة يعني والأحزاب كل من يخطط لنفسه، كل من يشتغل جماعته. إحنا بالنسبة لنا لا عدنا أحزاب لا عدنا انتماء، ظلنا كل شيء ماكو ما حد إنه عود. يا بقينا الكاظمي بلكي يعني يجب المظاهرات ولا قلنا بلكي يسوي النحل، كل شيء ماكو. يعني نفس الشيء يروح ذا واحد يجي غيره نفس الشيء، كل شيء ماكو. هسه احنا امصالنا سنين الله وكيلك وظالين، هسه احنا كل شيء ماكو، نقرر كرون يجي وعايشين على شو اسمه على التخدير، كل شيء ما استفادينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الخلق المرسلين أبو القاسم ومحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. مجموعة من خريجين كلية الإدارة والاقتصاد معتصمين من 22/6 لحد هذا اليوم لم نجد أي استجابة من الحكومة العراقية ولا من أي إنسان خرج إنه انطانا حقنا. فإحنا صارنا ما يقارب 8 أشهر أو 9 أشهر نعاني من التهميش، نعاني من عدم الأنبلاء أبالية لهذه الطبقة المثقفة والطبقة الخريجة. فمفترش الشارع صار تقريبا 9 أشهر إلى 8 أشهر لم نجد أي استجابة من الحكومة العراقية. نطالب أو نناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن يخرج إلى هذه المجموعة والخريجين ليشوف مطالبهم. مطالبهم مالهم منهم مطلب واحد، مو مطالب مجموعة مطالب، هو بس فقط التعيين، وشملهم بدرجات الحذف والاستحذاف الذي هي أساسا موجودة عندنا بالدولة العراقية وقانونها مصدور، لكن لم نجد أي استجابة من هذه الحكومة. والتهميش إنه فقط قابلنا أكثر من جهة معنية، وقابلنا أكثر من خاصة النواب والمجموعة من المستشارين الأمنيين أو مستشارين الكاظمي، فقط وعود، ما عندنا غير بس الوعود والوعود الكاذبة. لم نجد أي صيغة أو أي استجابة لهذه المطالب. الخريج يهدد مصالحهم، لازم وش يجيبون إنسان أقل مستوى على مود يسيطرون عليه، فالخريج يهدد مصالحهم، لذلك أبد ما يدنون الخريج ويخلونه من مناصب عليا أو يحققون مطالبه. احنا خطواتنا فقط سلمية، راح نظل نستمر لحد ما نحقق مطالبنا، او انا بس ما قال احد الاخواني ان يسحقونا بالدبابات ويموتونا، فقط احنا ضالين لحد ما نحقق مطالبنا. حملت شهادات عليا، ماجستير ودكتوراه بالشوارع يفترون. ما فينا ما طلعنا.
ناديت ناس. هاي دائما صعبة لكن طبعا اول شيء ممنون منكم ومن قناتكم على مؤازرتكم لنا وتواصلكم ويانا. طبعا هذه المسيره حالها حال المسيرات سلسله المسيرات السلميه اللي سبقتها. احنا صارنا اكثر من 8 اشهر مسيراتنا السلميه وضربنا مثالا يحتذى به بالسلميه، لكن اليوم المسيره مثل ما تشوف انت سبق وان تواصلت ويانا وشفت كان عندنا شيء اسمه خيمه هنا. تمام عمي، اليوم الخيمه ما هي انشالت بالمسيره اللي سبقت هذه المسيره، كانت مسيرتنا سلميه كالمعتاد، لكن تفاجئنا برفع الخيم وازاحتها بشفلات ومصادره ممتلكاتنا وضربنا وقمعنا بشكل وحشي. اليوم طالعين هنا ما عندنا حتى خيمه، ما يخلونا نبات حتى بالشارع، يعني طلبنا منهم قلنا لهم يا بعتبرونا متسولين، اعتبرونا كأي متسول بالشارع هنا ينام تحت الجسور وينامون بالحدائق ما قبله. ومسيرتنا اليوم كالمعتاد سلمية ونطالب بإنصافنا بحقنا بالتعيين. طبعا احنا طبقة يعني لابد من أن تنصف، لأن العراق بحاجتنا اليوم، العراق بحاجة الكفاءات، بحاجة الخريج. قبل شوية سؤالك كان جدا حلو، كنت أتمنى تسألني هذا السؤال، سألته قلت له ليش يعني الخريجين ما ينصفوهم؟ طبعا ما ينصف الخريج على اعتبار شنو؟ اليوم أنا من ينطيني تعيين كخريج ما أعتبره صاحب فضل علي، وإنما أعتبره هذا حقي والدولة أنطتني حقي. لكن الإنسان مع احترامي للأميين، الإنسان الأمي الغير متعلم من عينه يعتبره صاحب فضل عليه وراح يكون يعتبره إله إلا شوية، يعني إذا صح التعبير زين. لذلك هم يختارون أو يستنقون الناس البسطاء على مود يملكه يستعبده. احنا كخريجين لا، يعرفون بانه احنا واعين وواصلين مرحله، فمن اتعين ما راح انا اروح اعبد اللي عيني، ولا راح اروح اركض ورا اللي عيني واثقف للي عيني وانتخب اللي عيني. لا، احنا عندنا الله ثم العراق، ما عندنا لا عندنا حزب مثلا يتكفلنا، وبدليل انت تعرف جماعه الاحزاب الكل تعينت وطلعوا بعثات خارجيه وكملوا دراسات خارج العراق، لكن احنا باقين اليوم هنا وما عندنا غير الله والصوت الحر، ونتمنى من الحكومه تباوعنا بعين الانصاف. احنا الحادث لحد الان احنا نعاني من الصدمه على اعتبار 8 اشهر احنا على نفس النمط، نفس التصعيد السلمي، نفس روحيتنا او روحنا السلميه، لكن تفاجئنا من نشوف شفل يرفع الخيمه وضرب من اخواننا القوات الامنيه، وعندنا عتب طبعا. ومع كل الاسف نقول اخواننا ودائما نقول اخواننا ونبقى نقول اخواننا، لكن البعض او القيادات اللي امرت بازاله الخيم تفاجئنا بهذا الشيء. ليش وعلى شنو ما نعرف، ليش وعلى شنو ما نعرف، على اعتبار شنو؟ احنا بهاي 8 اشهر من نتواصل ويا مسؤول او ويا مستشار دائما يقولون للموازنه، حتى السيد الكاظم بنفسيته قابلوا بعض الاخوه من الممثلين الاعتصامات اللي هنا قالهم للموازنه بالوقت اللي قربت بالموازنه رفعت الخيم بشفرات، فما نعرف شنو السبب. طبعا ما اسولف لك بعض الاتهامات والكيديه اللي صارت علينا وبعض الامور واحنا بغنى عنها، لان الكل تعرفنا شنو احنا، واللي عنده شيء سلبي اعتقد يبين بال 8 اشهر اللي فاتن مو بوقت الموازنة. ما نتراجع.
ما نتراجع طبعا بالبداية احنا نشكر قناتكم على مؤازرتنا ومساندتنا وتوصيل صوتنا. احنا خريجين الإدارة والاقتصاد معتصمين صارنا اكثر من 8 أشهر ضمن تجمع العلاوي. بمسيراتنا طبعا السلمية المستمرة بس ما لقينا اي استجابة من حكومة مع الأسف، طبعا ما شفنا غير بس التسويف والمماطلة والقمع وشيلة الخيم وهذا. وطبعا احكي انا عن نفسي، انا من بغداد، بقية البنات ويانا من غير محافظات الديوانية، الحلة، النجف، الناصرية اكو عندنا، فمن كل المحافظات تقريبا، من ديالة. طبعا احنا اللي نطلبه من الحكومة ان تنظر لنا احنا، على الاقل احنا بناتكم، شوفونا يعني احنا متبهذلين، يعني عايفين بيوتنا، عايفين اطفالنا، عايفين مرضى عندنا بالبيت، يعني ليش هذا التجاهل؟ ليش وفوق هذا القمع؟ نتعرض للقمع، نتعرض للضرب، مصادرة حرياتنا. يعني طبعا احنا عتبنا على الكاظمي لان كنا معولين عليه انه ينظر لنا احنا الطبقه المثقفه، ليش هم ما يطبقون يخلون الرجل المناسب في المكان المناسب؟ يعني احنا طبقه مثقفه خريجين نطالب ابسط حق هو تعييننا. يعني ما اعرف ليش هذا التجاهل، انا هذا سؤالي لهم. يعني احنا لا ننتمي الحزب، لا ننتمي الجهه معينه، ما حد لنا غير بس احنا صوتنا نطلع بمسيراتنا السلميه والاعلام وبس. معاناتنا طول هالثمانية شهور حر برد، تعرضنا تهديدات، تعرضنا كل شيء. احنا كبنات طبعا علينا كل الصعبة الجاية اللي بينا حتى من المحافظات او حتى اذا مكانها قريب، بس صعبة نطلع ونجي ونتعرض للضرب ونتعرض للقمع ونتعرض للإهانة وحتى من الشارع، يعني اشكال نسمع واشكال نشوف. يعني ليش هذا؟ يعني انظرونا احنا خواتكم، احنا بناتكم، ترضوها على خواتكم، ترضوها على بناتكم. ها صارنا 8 أشهر وراها ناس مستفادة، وراها احزاب، غير جهات احتمال حتى احنا ما نعرفها شنو هي، لانه ليش يتقصدون يخلون شخص غير متعلم جاهل يعني مو بمكانه الصحيح؟ ليش مو احنا اولى بهذا المكان؟ احنا اولى انه ينهض البلد بينا، احنا الخريجين، احنا الكفاءات، يخلونا كل من باختصاصه، كل من بمكانه. يعني ما نشوف احنا، ما شفنا غير بس محاصصه، غير بس احزاب، حصص مقسمه على كل جهه بدون ما حد ينظر لنا، ما حد يشوفنا. هاي بالالاف يتخرجون بالسنوات، وتالي ما تالي احنا قعدتنا هيك بالشارع. يعني تخيل حتى خيمه كنا نقعد بيها ماكو، شالوها. على اي اساس شالوها؟ صار لنا 8 أشهر احنا، يعني هسه من الموازنه اقتربت، قلنا يا الله، كنا نتامل انه احنا احد ينصفنا بهاي الموازنه، درجات الحذف والاستحداث اللي هي اصلا موجوده وتخصيص هالمالي اصلا موجود، ما راح يجيبون شيء جديد. احنا قبل تقريبا اسبوع، اكثر من اسبوع، كنا طالعين مسيره اعتياديه مثل اي مسيره، ما تفاجئنا انه اجى امر ما نعرف منين بقمع الشباب. يعني حتى اكو فيديوهات توثق انه هجمه مفاجئه صارت، ويركضون ورا الشباب من البوابه تقريبا، قبل البوابه واحد لحد هاي البوابه، واجوا فلشوا الخيم وشردوهم للشباب، وماكو اي مكان، لا يعني اي مكان ماكو بعد يروح له. هاي تخيل هسه احنا قاعدين مكان خيمه بس بالشارع. طبعا احنا هنا، انا احكي كاني وخواتي البنات جايين مستمرين، احنا نبقى نعازرهم ونساندهم الى ان تتحقق مطالبنا، ثابتين وصامدين ومستمرين.
والله مسيرتنا بدت قبل 8 اشهر بس ماكو منصف لهذه المسيره يعني، باعتبارنا احنا خريجين تعرضنا للضرب للبرد للحار يعني قرابه 8 اشهر ترى صعبه يعني على اي انسان يعني، يعني افترش الرصيف سوينا لنا خيمه يعني قلنا نجمع بيها باعتبارنا خريجين كل من واختصاصه، والله تفاجئنا بقرار من الحكومه من الاحزاب ما نعرف منين، بس المهم شالوا هاي الخيمه واحنا ضالين هنا على الرصيف حاليا يعني ما عدنا اي شيء، باقين الصيف شتاء لحد ما ينصفونا بالتعيين. بس اكو شغله ما تعرفوها ما اعرف تعرفوها يعني ما ادري، التعيين حاليا درجات الحذف والاستحداث يعني صعبه كلش. راح تقول لي ليش صعبه؟ باعتبارها يعتبروها ماده يعني، يعني وصلت الدرجه الى 130 140 140 ورقه يعني، يعني 15000 دولار يعني. ميجي يقول لك اني صاحب حزب او شيء، انا ما راح اعينك بلاش، ها انت تعطيني فلوس اعينك. يجيب جماعه صاحب الشهادات الابتدائيه، هو مو انتقاصا من الشعب العراقي وانما انا كخريج يعني لازم اخذ حقي، يعني مو يجيب صاحبه صاحب الحزب يعينك جوا على مود امره يمشي على هوا، بس هذا مو انصاف للخريج نهائيا. الخريج بالعراق مظلوم وننتظر من الحكومة خير إن شاء الله. احنا قبل اسبوعين قمعونا هاي الخيام فلشوها، اجينا يعني نستنكر هذا الشيء يعني. هسه هاي الشباب ذاك الاسبوع طبعا ماكو وياهم قوات الامنيه ووحدهم واعدادهم هواي يعني، شنو ايش بدر من عندهم؟ كل شيء ما بدر من عندهم يعني، هم مسلمين يردون تعيين فقط لا غيره، لا يسقطون النظام ولا يردون مناصب، يردون تعيين وهذا حقهم المشروع. اريد ثمره تعبهم يعني، اريد يعني هسه هذا مثل يعني ما تعلم له مهنه راح دراسه قضى عمره بالدراسه يعني، لا لو ندري الدراسه ما تجيب تعيين ونتيجه، ما نخليهم، نخليه يتعلم من الصغر يتعلم له مهنه نجار حداد ويروح. ليش هسه هم كل شيء بعد ما يعرفون، هم بس هاي دراستهم واخذوا الشهاده. انا بالنسبه لي بنتي يعني خرجت اداره واقتصاد، احنا من محافظه بابل، انا اسبوعين يعني اجي حتى بدون الاسبوع من كانت الخيمه بلا اسبوعين، انا كل يوم وين ثلاثه اجي للوليد اجيب لهم القاز مع الله، لان ادري بيهم هنا قاعدين مرابطين لا عندهم كراوي يروحون لاهلهم، اهلهم ديوانيه بصره ناصريه منين وين يعني عنده كراوي يروح ويجي، وحتى ذول اللي يجون بيوم المسير يجون بالقطار بالديوانية بصرة ناصرية يجيب القطار. أهل قاسم الله يعني ما قاعد أقول لك أجيب لهم أتمنى مرقة خطية كيفون عليها خبزة من بيتنا يعني هالموجود نجيب لهم، يعني مثل ما نقول تقضي لهم واجبة واجبتي يعني. يعني هسه أنا يعني عندنا نائب بالحلة ابن أختي طلع 52 وعندنا ابن أخويا طلع 95، هذا كقبله بالأمن الوطني هذا ما قبله، ليش؟ مبينة يعني سولو يسوي مفاضلة يشوف الدرجة وين أبو 95 وين أبو 52. طبعا أحزاب كل من إلى حصة، والله العظيم كل من إلى حصة هاقدي لك عين جيرانه، حتى ذاك اليوم هاي مع الكهرباء ترى صدقني والله العظيم أغلبهم من تيار الصدري ومن بدر، انت يعني ايش قالوا روح جيب لنا من المكتب احنا ما منتمين خاله منين اجيب له، واذا ما منتمي جيب 50 ورقة لو 50 ورقة لو منتمي ورقة من الحزب 50 هاي بالأجر أجر، لا ذا غير يعني على الملاك، لا دفاتر صارت دفاتر أقل شيء دفتر، هاي على أجر أنا قاعدة أقول لك الأجر 50 ورقة
أجر بالكهرباء 50 ورقة. أقول لهم ظلوا إن شاء الله يعني على مثل ما نقول إرادتكم وعزمكم وقوتكم حتى تحصلون الترد، لأن إحنا يعني ما عدنا بس أمننا برب العالمين وبهم بجهودهم ومثل ما نقول تواجدهم المستمر هو هذا، يعني ماكو غير شيء، فقط بعد هي الحكومة المفروض تلتفت وتشوف. يعني هي أنا أقول لك يعني إذا ما خلوهم يعني صير مو خوش، أنا أقول لك والله العظيم، لأن هذا الشاب صار له 8 أشهر و9 أشهر ويرجع هيك فارغ، ترى حار وبرد هنا، حمل بالخيمة، خطورة، كورونا، كل هن هذا نتحملها بالخيمة، تالي ما تالي يذب الخيمة ويقول له روح لبيتك، ما مصير بعد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هاي مو اول مسيره ولا اخر مسيره، احنا بدينا قبل 8 أشهر او 8 أشهر ونص، راح نطب التاسع، مستمرين 12 15. احنا عندنا عزيمه، عندنا اصرار، احنا اصحاب حق، اللي يطلع وما ياخذ حقه هذا مو زلم، واحنا كنا اللي موجودين هنا زلم، ناخذ الحق من الحلوق. الاحزاب باقت حقنا وحق الخريجين كلها صار 17 سنه، من هذا اليوم من الثورات اللي صارت بها الشباب احنا ما نتراجع، هذا حق، واللي يموت عن حقه مجاهد، واحنا جايين نجاهد ناخذ حقنا. انباعت درجات وظيفيه من الدفتر وحط ايدك لي فوق، هذا الدفاتر اللي تروح اللي مو مكانها احنا اهلها، احنا اللي موجودين احنا هنا، الحجيه تجي عن بنتها، هذا ابنها، ذول الود ويانا، انا جاي محافظات وغير جاي محافظات، بصره، ناصريه، عماره، كود، كلها موجوده، مستمرين وما نرجع. اخاف الحكومه يقول لك يجزعون يشيل خيم، لو تشيل 1000 خيمة احنا باقين، ما تريد تشيل روح واحد من الموجودين ذاك الوقت احنا عود تصير غير حج. احنا كمعتصمين اذا اريد نضحي برواحتنا نضحي في سبيل نمشي 15 او 20 الف خريج طلع معتصم 8 أشهر، ما نرجع، مستحيل نرجع. هاي نقطه. النقطه الثانيه، رساله للسيد مصطفى الكاظم، يعني رسائل كثرت، لا رسالة واحدة ولا رسالتين، فهاي رسالة اعتبرها من واحد جاهل، أقول لك أخذ من الغبية وحيش السامع نقول من اللي ما عنده عقل، أخذ من عنده هواية عبر. إحنا كخريجين فرصة لك، جاي انتخابات، ما نقول إحنا اللي ما عدنا عدل بالعراق، لا، جاي انتخابات استغلنا، اعتبرنا فرصة واستغلنا. هاي آلاف موجودة بالشارع، اكو ناس بغير دول من تباوع على الخريج، تباوع على شيء يعني ثقيل الى وزنه، اما بالعراق يطلع بالشارع في سبيل انه يحصل لقمه عيش، ما طالع على منصب سياسي او طالع يسقط حكومه عراقيه باكملها. احنا جاي نسند الدوله، احنا نريد نعدل الاقتصاد، احنا اقتصادنا صار صفر، نريد نصعد من الصفر لفوق، ما اعرف اقتصاد الدوله بيد الدوله او اقتصاد الدوله بيد دول اخرى. فمن خرجت أستاذ مصطفى للبوابة الخامسة وتكفلت من المعتصمين، قلت أنا أبوهم وأنا أخوهم وأنا ابن تشرين، ابن ساحات الاعتصام، ابن الخريجين، أعطيت كلمة، أتمنى أن تكون الكلمة مالتك لها وزنها وثقلها بالدولة، بغض النظر عن تأثيرات الأحزاب. كل حزب، أكو آية بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم، كل حزب بما لديهم فرحون، الحساب كل من يفرح بربعه، يفرح باللي عنده هو، بس احنا عندنا الآية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن حسب الله هم الغالبون، ذول اللي طالعين كلهم على وجه رب العالمين، كلها ناس فقر، ما عدها ظهر بس رب العالمين، الله أقوى الكل، واحنا متوجهين بصاية الله وبصاية أهل البيت، وطالعين وما نتراجع، تطير هاي الرقاب وما راح نتراجع، وبإذن الله احنا واصلين وماخذين الحق.
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا رساله الى الكاظمي والى كل الناس الخيرين والشرفاء اللي بما انهم يدعون بالوطنيه اللي بالحكومه. احنا حالنا حال الضيم، صار لنا هنا فوق 8 اشهر معتصمين، تعرضنا الى القمع، بارد حار، اشكال والوان هنا من مطره فضنا. الى متى احنا نظل هنا حالنا مجهول؟ الى متى الخيمه فلشوها هنا، وكان الخيمه كان مالتنا، جو فلشوها الخيمه، احنا صارنا 8 اشهر نطالب درجات الحذف والاستهداف، ايش وقت تنصفونه؟ الى متى يعني الخريج يظل قاعد ببيته، يصرف عليه ابوه لو احد لو يلقى له شغل قطاع خاص ما يلقى، وين يروح؟ وين يتوجه؟ نتمنى انه هذا صوتنا يوصل، ونتمنى انه تنصفونا بدرجات الحذف والاستهداف، واحنا راح نظل مصرين وما راح نتراجع باذن الله الا نتعين. قابلنا نواب، قابلنا مستشارين، كلام مجرد تخدير بلا اكثر ولا اقل، يعطوك وعود ولحد الان ماكو، وما اعرف ايش معنى يعني انت هاي الايام ايام موازنه تجي تفلش الخيمه على شنو؟ يعني شنو تقولون لنا انه ماكو تعيين؟ لا مستحيل، احنا راح نتعين وناخذ حقنا. عندك 315 الف درجه وظيفيه، هاي المن تريد تعطيها؟ المن تريد توزعها على الاحزاب؟ ماكو، لازم تمشي. صح الشعب اكو متعذبين، بس لا اكو معتصمين هنا بالعلاوي بدلهم الجادريه بوابه 5، هذول غير متحزبين، همينا لهم انصاف الدرجات الوظيفيه، وانا همينا ان شاء الله ما راح نتراجع نهائيا. والله عادي احنا كنا كل اسبوع نطلع مرتين ثلاثه تصعيد، صدفه من الصدفات طلعنا احنا بوقتها مسيره، ردنا نروح البوابه واحد ما خلونا بوقتها، من الخارجيه ما خلونا، رجعونا بوقتها، صارت يعني مجرد انه قطع الطريق ساعتين تعدوا علينا وضربونا، ركضونا بوقتها لا خلوا مره ما ضربوها، لا رجال كبير ما قتلوه، هذا اللي صعد بالكيه نزلوه، ركضونا اخر شيء رجعوا الخيمه مالتنا فلشوهن بالقوه، واحنا لا حول ولا قوه، ايش نسوي يعني؟ بس احنا راح نظل مصرين بالمسيرات والضغط اذا عن ناخذ حقنا ونتعين. حيدر عزيمه اليوم هاي المسيرة تضم جميع تجمعات المعتصمين في العلاوي، أكثر من 23 تجمع. هدف هاي المسيرة إيصال صوتنا إلى الحكومة بأن هناك العدد كبير من الخريجين وخصوصا حمل الشهادات العليا الذي يتجاوز عددهم تقريبا 15,000 على عموم العراق. اليوم مطالبين بحقوقنا، هي حقوق التعيين اللي توقفت من عام 2014 بحكومة حيدر العبادي بسبب الأزمة المالية ودخول داعش للبلد، وبعد توقفت لعام 2018. بعد بالحكومات الجديدة أيضا هم جميع الموازنات لم تكن هناك درجات وظيفية سواء عن طريق الأحزاب أو المنسوبية وحل الفساد بالبلد، وإحنا يعني بدأ تراكم هذه الدرجات لحد الآن. لذلك هناك أكثر يعني جميع التخصصات، مئات الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل، وكذلك بسبب فتح عديد من الجامعات والكليات الأهلية مما أدى إلى تراكم الخريجين وعدم وجود فرص عمل سواء بالقطاع العام أو الخاص. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا قناتكم وحضوركم لتغطية مظاهراتنا واعتصاماتنا. بالحقيقة احنا الكل يعرف ان اعتصامات الخريجين اللي دامت على وجودنا بالعلاوة 8 شهور وباقي اعتصامات بغداد، لحد هاي اللحظة لم نجد اي استجابة فعلية، لم نجد اي حلول جذرية لمعاناة الخريجين، وتعرضنا للقمع، تعرضنا الى شد القمع والضرب وتهديم الخيم وغيرها من الامور، وتحملنا البرد والحر، تحملنا جميع المعاناة بسبب معاناة
معين اللي هو التعيين. احنا بالصراحه قابلنا الكل من رئاسة الوزراء، المجلس النواب، رئيس مجلس النواب، النواب اللي وعدونا انه على الموازنه، احنا نمشيكم على الموازنه واكو درجات على الموازنه. قبل ما تقربت سالفه الموازنه والتصويت على الموازنه تغير الحكي انه ماكو درجات الحذف في الاستحداث، ماكو درجات بسبب الوضع الاقتصادي والوضع هذا. بعدين من قربت هسه الانتخابات لا اختلف الحكي انه اكو درجات، وطلعت طلع الحكي يختلف انه درجات موجوده بس متحفظين عليها. ما اعرف الاسباب شنو الاسباب لحد ما نعرفها. اليوم احنا مجموعه من حمله الشهادات العليا وجميع معتصمي بغداد من معاهد وكليات، خريجين نفط، هندسه، كل التجمعات، كل الخريجين العاطلين عن العمل اللي صار لهم سنوات يتظاهرون متجمعين هنا اليوم قرب جراج العلاوي. مشينا مسيره حتى نحقق فد غايه معينه الا وهي نستنكر القمع اللي صار لحمله الشهادات العليا. انت لما تقمع حمل الشهادات العليا هي مو بشيل الخيم ورفعها، القمع بالتهميش ايضا، القمع لما ما تنطيهم مكانهم بالدوله. فهذا ما يعني انه احنا راح ننقمع بس لمجرد انتم شلتوا الخيم. هاي رسالتي للحكومه، رسالتي لكل مسؤول بهذا البلد، ما لها علاقه الخيم بوجودنا، احنا باقين ومستمرين. لا عبالهم قمعه وثوره تشرين انه احنا راح ننقمع بسهوله، احنا راح نبقى شراره إلهم وضدهم إلى أن ننال حقوقنا. لا عبالهم راح نصمت على اللي صار، طبيعي أكو فائدة. وإلا هسه هي الأحزاب يقبل أخته بالشارع صار لها سنة. أنا أوجه رسالتي لكل الأحزاب اللي موجودين هسه واللي يصدرون الساحة السياسية بالعراق، يقبل أخته تتهمش هيك وبالشارع يقبل؟ طبيعي القضية مقصودة، يقبل؟ اكو قواعد لهم مستفادة، اشمعنى احنا نتهمش؟ ليش الجبناء اللي بوزارة الدفاع اللي سقطت الموصل تركه والموصل تسقط وهم اصلا خائنين يتعينون يعطوهم 38 الف درجة وظيفية وحملة الشهادات العليا فقط هم 6000 او 16000 ما يعينوهم؟ هل هذا ضغط على الدولة لما توصل لحملة الشهادات العليا يصير ضغط على الدولة؟ معقول؟ لعد هاي التعيينات اللي قاعد تطلع، تعينات لقواعدهم وقلهم عسكروا البلد وهمشوا حملة الشهادات العليا، طبعا مقصودة خلق عدم الموازنة، هذا كله مقصود. خل تتوقع لا هي أساسا إلى متى؟ يعني إلى متى؟ إحنا ما رح نكل ولا نمل ونعوف حقنا إلهم، إحنا مستمرين ومحتمل حتى أنه تتحول إلى غير سلمية. ممكن إحنا نجزع ونتعب من السلمية ونحشد ضدهم، والانتخابات جاية وهي خير دليل وبرهان أنه إحنا نقدر نقود تجمعات ضدهم ونكشف زيفهم. إحنا قاعدة أيضا جماهيرية مثل ما هم عندهم قاعدة جماهيرية، أكيد ما رح نقبل. جاروا ظلم واستبداد نجل المطامع، كل هذا يا شعب الخير بصار قانع. حكم ضميرك واطلع في هذا الوضع ما ينفع، حكم ضميرك واطلع هذا الوضع ما ينفع. كل هالسنين المرات ضايع تعبنا، كل هالسنين المرات ضايع تعبنا. عانينا ما عانينا هالمدة كلها، خير فارغ شفناه بس مو لأهلها. خير الوطن شاوينا من التعب ملينا، خير الوطن شاوينا من التعب ملينا. كل السنين المرات ضايع تعبنا، كل السنين المرات ضايع تعبنا. Oh, no.